مربى الشارقة للأحياء المائية، وهو أول وأكبر مركز تعليمي حكومي للكائنات البحرية في دولة الإمارات، افتتح عام 2008 في منطقة الخان القديمة. يتكون المربى من طابقين يضمان 21 حوضاً مائياً تتسع ل 1.8 مليون لتر مكعب من المياه، وأكثر من 100 نوع من الكائنات البحرية المحلية من الأسماك والصخور والشعاب المرجانية المتنوعة. أولويات المربى هي متابعة الأسماك والحفاظ على صحتها. يتم ذلك عن طريق متابعة جودة المياه المأخوذة من مياه البحر ثم معالجتها لتكون صالحة لأحواض العرض. إضافة إلى ذلك يتم متابعة الحالة الغذائية للأسماك عبر إضافة بعض الفيتامينات وتقديم الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية. كما أن المربى يتيح للزائرين فرصة تجربة الغوص مع الأسماك المتنوعة. يهدف المربى لتوعية أفراد المجتمع حول أهمية الثروة المائية، كما ينظم حملة سنوية لتنظيف البيئة البحرية. إن الاهتمام بالبيئة البحرية والبيئات الطبيعية الأخرى يبعث الأمل من جديد للعيش في مستقبل نظيف يعيد للطبيعة عافيتها. أحمد الحمامي، أكاديمية فوكس.